إلى مراسلنا من جنوب سيناء أحمد الحسين الذي سيرصد لنا الصورة، حيث هو أيضا كيف بدأت المقار الانتخابية المختلفة في جنوب سيناء على عمومها ما بعد إعادة فتح اللجان في الرابعة عصرا. تفضل أحمد. نعم أحمد، بالفعل أنا هنا أقف في مدينة شرم الشيخ حيث أمام لجنة تأجيل أكتوبر الإعدادية. هذه اللجنة هي مخصصة لأهالي سيناء، يعني هناك إقبال منذ ساعات الصباح وخاصة من المرأة هنا في جنوب سيناء، وأيضا لجنة الوافدين التي تقع في منطقة الهضبة وهي لجنة جيل أكتوبر الابتدائية، أيضا يوجد إقبال كثيف من الوافدين خاصة من الشباب، لأن مدينة شرم الشيخ يعني يعمل بها الكثير من الشباب. يمكن تواصلنا مع مكتب محافظ جنوب سيناء والآن في غرفة العمليات في مدينة الطور، يعني وأبلغنا أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى تعيق العملية الانتخابية على مدار اليومين سواء أمس أو اليوم أيضا، وكذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة هنا يعني شديدة للغاية، إلى جانب قيام قوات الأمن، إلى جانب قيامهم بأداء واجبهم في تأمين وتنظيم العملية الانتخابية، أيضا يعني لهم دور إنساني كبير في توفير العجلات المتحركة لأصحاب الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني شاهدنا وسجلنا هذه اللقطات كثيرا هنا في هذه اللجنة هنا في مدينة شرم الشيخ، يقوم بمساعدة يعني أفراد الأمن وقوات الأمن تقوم بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، هذا بالطبع إلى جانب قوات الحماية المدنية يعني، ولم يسجل حتى الآن أي عوائق تعيق العملية الانتخابية. يعني إجمالا هنا في جنوب سيناء يعني يوجد 15 مركز انتخابي موزع على 18 لجنة انتخابية، وهذه اللجان موزعة على 9 مدن في جنوب سيناء. يعني النسبة التصويتية كانت الأكبر حسب ما بلغنا يعني غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، كانت الأكبر في مدينة راس سدر، تلتها مدينة الطور، ثم هنا مدينة شرم الشيخ، ولكن يعني إقبال المرأة كان الأشد والأقوى هنا في مدينة شرم الشيخ. ولعل الإحصاءات في صورتها النهائية ستكون واضحة وجلية ما بعد إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها، لكن على أي حال أشكر أحمد الحسيني مراسلنا على الهواء مباشرة من مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.